السلام عليكم. هنتكلم في الفيديو ده عن ورم من النيماتود اسمها الوالوا او الافريكان اي وورم. هي من ضمن الفيلاريا وورمز اللي بدأنا شرح فيها وخدنا منها الوشاريا بانكروفتي والبروجيا مالايي والبروجيا تيموري، ودول كانوا بيعملوا الليمفاتيك فيلاريزيس. النهاردة هنتكلم عن واحدة تانية من الفيلاريا وورم وهي الوالوا، او الاسم التاني ليها الافريكان اي وورم، عشان هي موجودة في افريكا في مناطق الغابات اللي هي بيبقى فيها مطر كتير اللي هي الرين فورست، وبتعيش تحت السكين بتاع المريض في السبكوتينيا ستيشن. وكمان الأضلت عايشة في السبكوتينيا ستيشن مش ثابتة في مكانها، لا دي بتتمشى وممكن تروح للآي، وساعتها العيان بيجي يقول أنا ببص في المراية لقيت فيه دودة في عينيا، بتبقى ماشية تحت الكونجكتيفا، وعشان كده سموها الأفريكان آي وور. اللايف سايكل بتاعتها هي بتبدأ به الهيومن، الهيومن ده غالبا عايش في أفريقيا، وهتيجي فلاي ذبابة هتقرصه. الفلاي دي تبقى نوعها كرايسوبس، والفيميل طبعا هي اللي بتقرص، يبقى الفيميل كرايسوبس هتيجي تقرص الهيومن ده وهتحط في البلاد بتاعه الانفكتيف ستيج اللي هي الفيلاري فورم لارفا. الفيلاري فورم لارفا دي اول ما الفلاي دي بتحطها جوه جسم الانسان بتروح للهابيتات مباشره، اللي هي فين؟ قلنا بتعيش في السبكوتينيوس تيشو تحت السكين. واول ما الفلاري فورم لارفا تروح للسبكوتينيوس تيشو بتتحول لادلت ميل وفيميل لوا لوا. الادلت دي مش ثابته في مكانها في السبكوتينيوس، لا قلنا ان هي بتتمشى تحت السكين، وممكن كمان زي ما قلنا بتظهر ايه في الاي اندر ذا كونجكتيفا. بعد الفيرتلايزيشن الميل والفيميل، الفيميل بعد الفيرتلايزيشن بتبدا تحط اللارفي بتاعتها اللي هي بنسميها المايكرو فلاريا. المايكرو فلاريا دي هتروح للبلط اثناء النهار، عكس الوشاريا بانكروفتي كانت بتروح المايكرو فلاريا للبلط كانت بتروح بالليل، لا هنا المايكرو فلاريا هتروح في النهار عشان كده بنسميها دايورنال. طيب عشان سبحان الله الفيميل كرايسوبس اللي هي الذبابه دي اللي هي الفيميل كرايسوبس برضو بتقرص في النهار مش بالليل، فتيجي الفيميل كرايسوبس دي تقرص مريض عنده اللي هو وعنده المايكروفلاريا في البلاط بتاعه، فتروح واخده المايكروفلاريا دي وتدخل المايكروفلاريا في جسم الفلاي وتروح للثراسك ماسل بتاع الفيميل كرايسوبس وتتحور وتتحول لايه؟ انفكتيف فلاري فورم لارفا. وبكده بقت الفلاي دي اللي هي الفيميل كرايسوبس بقت انفكتيف، يعني بمعنى ان هي هتيجي تقرص بني ادم تاني طبيعي وهتعديه، هتدخل جوه جسمه الفيلاري فورم لارفا دي، ويبقى الانسان ده ايه؟ مريض باللولو. طيب من اللايف سايكل نستنتج من الديفينيتيف هوست اللي عايشه جوه الادلت اللي هو المين؟ الهيومن، ومفيش ريسيرفوار هوست، يعني مفيش انيمال عايشه فيه الادلت لولو. طيب من الانترميديت هوست او هنا بنسميه فيكتور، فيكتور عشان بيبقى ارثرو هود هو اللي بينقل المرض، مين هنا؟ اللي هي قلنا الفيميل كرايسوبس ده نوع من الفلاي. طيب مين الانفكتيف ستيج؟ الانسان بيتعدي بانهي ستيج؟ بيتعدي بالفلاري فورم لارفا. طيب الهابيتات، الهابيتات الادلت دي عايشه جوه جسم الانسان فين بالظبط؟ قلنا عايشه سبكوتينيوس تيشو مايجريتنج، هي مش ثابته. طيب ايه الدايجنوستيك ستيج؟ الشخص ده لو حبيت ان انا اشخصه هعمل ايه؟ ان انا اول حاجه ممكن اشوف الادلت، لو شفتها بتتمشى في الاي اندر ذا كونجكتيفا يبقى الادلت هنا دايجنوستيك ستيج، بس بالاساس اللي هي المايكروفلاريا في البلط، هسحب عينه البلط من البيشنت ده اثناء النهار تمام دايورنال، وهلاقي فيها المايكروفلاريا، يبقى هنا الدايجنوستيك ستيج الادلت والمايكروفلاريا تمام. طيب هنا ايه المود اوف انفكشن؟ الانسان بيتعدي ازاي؟ بيتعدي عن طريق البايت بتاع الفيميل كرايسوبس وبتدخل جوه جسمه مين؟ الفلاري فورم لارفا. يبقى المود اوف انفكشن بنقول حاجتين، بنقول طريق الانفكشن ازاي، الانسان بيتعدي ازاي، وبنقول لازم الانفكتيف ستيج. يبقى هو بيتعدي عن طريق البايت بتاع الفيميل كرايسوبس وبتدخل في جسمه ايه؟ الانفكتيف فلاري فورم لارفا. طيب نوع الترانسميشن هنا ايه؟ يعني الفيميل كرايسوبس دي لما قرصت الهيومن واخدت من جسمه المايكروفلاريا والمايكروفلاريا دي دخلت جسم الفلاي، ايه اللي حصل لها؟ هل تحولت من ستيج لستيج فقط ولا تكسرت في العدد ولا ايه؟ لا هي تحولت من ستيج لستيج بس بدون زياده في العدد، وده بنسميه سايكلو ديفلوبمنتا، بمعنى ان هي خدت مايكروفلاريا من جسم الهيومن وتحول في جسمها لانفكتيف فلاريفورم لارفا، مجرد تحول من ستيج لستيج بدون زياده في العدد، كل واحده مايكروفلاريا بتتحول لايه؟ واحده بس ايه؟ فلاري فورم لارفا، ده بنسميه سايكلو ديفلوبمنت.
الكلينيكال بيكتشر العيان ده هيشتكي من ايه؟ غالبا هو نتيجه شكواه هتبقى نتيجه الالرجيك مانيفيستاشن اللي بتعملها الادلت ورم وهي عماله ايه مايجريت في السبكوتينيوس تيشو. رقم واحد في الاي، الاي هي لو ظهرت وجات في الاي اندر ذا كونجكتيفا هتعمل مشاكل بسيطه، بتعمل شويه ايه ريدنس، يعني هيقول هتبقى عينيه محمره وهيبقى فيه ايديما وديستربد فيجن، يعني لو الورم دي جت قدام مجال الرؤيه طبعا هيقول ايه ان هي مش شايف كويس. طيب الرجيك مانيفيستاشن، الرجيك مانيفيستاشن بتبقى في صوره ايه فاهم، اللي هي اختصار لفيفر وانوركسيا وهيديك وماليز وكمان ارثرالجيا، وهيبقى عنده اريثيما وهيبقى عنده بروريتس، يعني عمال يهرش في جسمه كله. وفي حاجه كاركترستيك قوي ليه اللوا لوا، حاجه اسمها الكالابار سويلينج، ده مشهور قوي في اللوا لوا. ده عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن اديما وسويلينج في مناطق في بعض المناطق في جسم المريض زي الهاند والريست والفور ارم، وبيبقى بينلس، يعني العيان بيقول هو هي الاديما او السويلينج ده مش بيوجعني ولكن بيبقى اتش، يعني عمال يهرش فيه، وبتقعد من ساعات لايام وبعد كده تختفي وبتظهر ممكن بعديها في مكان تاني وهكذا. طبعا سببها ايه؟ سببها الرجيك مانيفيستاشن للميتابولايتس بتاع الورم، تمام، بدليل ان انا لو خدت عينه من السويلنج ده مش هلاقي فيه الورم، تمام، هي بس نتيجه الرجيك مانيفيستاشن. بعد كده المايكروفلاريا، المايكروفلاريا المفترض ان هي في الدم مفيش اي مشاكل منها. طيب هي ممكن تروح بقى الفيتال اورجانز، سيب مكانها وتروح لفيتال اورجانز وتعملي ساعتها سيريس كومبليكيشن، ممكن تروح للسي ان اس وتعمل لي منينجيو انكيفالايتس، او للهارت وتعمل مايوكارديال فايبروزز، او للكيدني وساعتها هيبقى فيه هيماتوريا وبروتينوريا، يعني فيه بلد وبروتين هيبقى نازل في اليورين. والحاجات دي خاصه بتحصل بعد ما بدي العلاج، وهنشوف ساعتها في التريتمنت. طيب الدايجنوز، انا هشخص العيان ده ازاي؟ اتفقنا رقم واحد في اي دايجنوزز اللي هو الهيستوري وكلينيكال بيكتشر، ده غالبا مريض جاي من مكان منتشر فيه اللي هو لوا، تمام، وهيشوف هيقول لك انا شفت دوده بتتمشى ايه في عينيا اندر ذا كونجكتيفا، وغالبا هيبقى عنده الكالابار سويلنج. انا هعمل ايه؟ هطلب منه تحليل بلاد اثناء النهار، هدور فيه على المايكروفلاريا، يبقى انا هدور على المايكروفلاريا في البلاد ايه ات دي تايم، ده شكل المايكروفلاريا. طيب وهلاقي عنده هاي ايسينوفيليا، وكمان ممكن اعمل سيرولوجي ان انا ادور على الانتي بوديز في البلاد بتاع البيشنت. التريتمنت هعالج العيان ده ازاي؟ رقم واحد سيرجيكال ريموفال للادلت، طبعا لو انا شايفها تحت الايه الكونجكتيفا في الاي، لو انا شايفها او تحت السكن يبقى خلاص انا ايه سيرجيكال ريموفال ليها. وبدي ميديكال تريتمنت، بدي كذا حاجة، أول حاجة اللي هي الداي إيسايل كاربامازين، ده بيموت الأدلت والمايكروفلاريا الاتنين، ولكن بيعمل لي سيفير ألرجيك مانيفستيشن، فأنا بدي معاه الكورتيكوسترويد وأنتي هيستامينكس. ممكن أدي الأيفرميكتين، ده بيموت المايكروفلاريا بس، ممكن أدي الألبندازول، ده بيموت الأدلت بس. مشكلة الداي إيسايل كاربامازين أو الأيفرميكتين إنهم لما بيموتوا المايكروفلاريا، المايكروفلاريا دي ممكن تتجمع على بعضيها اللي هي الميتة وتسد بلاد فيسل صغير في أماكن فيتال أورجانز وتعمل مشاكل. الأماكن دي زي سي إن إس زي ما قلنا إن هو هيعمل لي منينجيو إنكيفالايتس، تمام، أو الهارت هيعمل لي مايوكارديال فيبروزس، أو في الكيدني هيعمل لي هيماتوريا وبروتينوريا. فأعالج إزاي المشكلة دي؟ عشان كده أنا بدي الأدوية دي بجرعات صغيرة وبزودها بالتدريج، تمام، يا إما إن أنا بغير الدم بتاع المريض قبل ما بدي العلاج أو بعديه، بحيث إن أنا أشيل أغلب المايكروفلاريا من دم البيشنت عشان ما يحصلش المشكلة دي. الكنترول بعمل كنترول إزاي؟ إن أنا أول حاجة تريت البيشنت، بعالج العيانين، وبعد كده بدي كيمو بروفلاكسز. كيمو بروفلاكسز يعني حاجة بمنع بيها المرض، بديها غالبا للناس المسافرة لمنطقة انديميك، بدي الداي إيسايل كاربامازين جرعة كل أسبوع. وكنترول للكرايسوس، الفلاي دي اللي هي أساسا الفيكتور بتاع الديزيز، بعملها كنترول عن طريق ان الشخص ده بيرسونال بروتكشن، بيلبس جاكيت بيبقى فيه الانسكتيسايد او يحط ريبلنت، ريبلنت دي مواد بتتحط على جسم الانسان بتبعد الايه الارثروبود الحشرات،
تمام، او يرش انسكتيسايد في البريدنج بليسز، في الاماكن اللي هي بتعيش فيها الايه الفيميل كرايسوبس، وبتحط فيها الايج والايه والايج تتحول لارفا وبعد كده بيوبا، وده هنشرحه بالتفصيل ساعه ما هنيجي للارثروبود. بس لازم نعرف ان الكنترول بتاع الكرايسوبس ديفيكالت، صعب جدا ماشي، ومكلف جدا، عشان صعب ان انا اوصل لاماكن بتاع اللارفا وبتاع البيوبا، عشان هي بتحط الايج بتاعتها فين؟ في المد، في الطين، تمام، وليها اماكن كتير بريدنج بليسز، فيبقى صعب الايه السيطره عليها. السلام عليكم.